السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، ومع الآية 88 من سورة البقرة، ومع قول الله تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يخبر الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب أنهم قالوا قلوبنا غلف، أي مغلفة في أكنة، فقال الله تبارك وتعالى: بل لعنهم الله بكفرهم. وفي الآية الأخرى: بل طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقولهم قلوبنا غلف، أي في أكنة، في أغلفة، بحيث لا يصل إليها الخير أبدا ولا يخرج منها الخير، مغلفة، كما قال حذيفة وعلي رضي الله عنهما: قلب الكافر قلب أغلف. قلب أغلف أي لا يصل إليه الخير، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقالوا قلوبنا غلف، فرد الله عليهم برد هذا القول وإبطاله، قال: بل لعنهم الله بكفرهم. يعني ما جعل الله قلوبهم غلفا ابتداء، ولكنه كان جزاء على فعلهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم. فالله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، بل الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وهدى الناس، فاختار بعضهم الخير واختار آخرون الشر، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هم اختاروا العمى ولم يختاروا الهدى، فهم الآن يتعللون بقولهم: ماذا نفعل؟ قلوبنا غلف. نقول: لا، بل هي لعنة من الله تبارك وتعالى عليكم بكفركم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بكفرهم أي بسبب كفرهم، فقلوبهم صارت غلفا بسبب كفرهم وعنادهم، كما سيأتي ذكر ذلك في الآيات القادمة. قال: بل لعنهم الله بكفرهم. لعنهم الله أي طردهم من رحمته، وقيل عذبهم، وقيل أخزاهم، كل هذه تدخل في اللعنة. والأشهر في اللعن أنه الطرد من الرحمة. وتصور إذا طرد الله إنسانا، فمن يستطيع أن يرده أو يدخله؟ قال: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قليلا ما يؤمنون، قال أهل العلم، تحتمل ثلاثة معاني. فقليلا ما يؤمنون، المعنى الأول: قليلا ما يؤمن أي لا يؤمنون أبدا، كما ترى رجلا فتقول: قل ما رأيت مثله، أي ما رأيت مثله. فقليلا ما يؤمنون أي لا يؤمنون أبدا، لعنادهم وكفرهم وحسدهم وغلهم وبغيهم. فقليلا ما يؤمن أي لا يؤمنون أبدا. وقيل إن المعنى: فقليلا ما يؤمنون أي قليل الذي يؤمنون، يعني يكفرون بأكثر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بما جاء عن الله جل، ويؤمنون بالقليل، فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، والذي يكفرون به أكثر من الذي يؤمنون به. والمعنى الثالث: فقليلا ما يؤمنون أي قليل منهم الذين يؤمنون، وأكثرهم لا يؤمنون. إذن إما أن نقول قليلا ما يؤمنون أي قليل الذين يؤمنون، أو قليلا ما يؤمنون قليل إيمانهم، أو قليلا ما يؤمنون أي لا يؤمنون أبدا، كما تقول: قل ما رأيت مثلك، أي ما رأيت مثلك. فكل هذا محتمل، وكل هذا يصدق عليهم. قال سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به
فلعنة الله على الكافرين. وهذا يبين الله تبارك وتعالى مخازيهم، فيقول جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وهو القرآن الكريم، جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن الكريم مصدق لما معهم، أي من التوراة والإنجيل، لأن الخطاب الآن لأهل الكتاب لليهود والنصارى. يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، لأن الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال الله تبارك وتعالى القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. فالكتب يصدق بعضها بعضا لأنها من عند واحد هو الله سبحانه وتعالى، وإنما تختلف في الشرائع، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع تختلف لأن تختلف باختلاف أحوال الناس، والله تبارك وتعالى ينسخ بعض الأحكام ويبقي بعضها ويستجد أحكاما أخرى بحسب ما يحتاجه الناس بكل زمان وكل مكان. فالشرائع نعم تختلف، أما العقائد فلا تختلف أبدا، كل الرسل يصدق بعضهم بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء إخوة لعيلات أو لعلات، أبوهم واحد يعني دينهم واحد وهو التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالذي جاء به آدم الإسلام، والذي جاء به محمد الإسلام، وبينهم الرسل كذلك. ولذا قال الله تبارك وتعالى عن فرعون لما أدركه الغرق: قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال عن ملكة سبأ: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن آدم جاء بالإسلام، ونوح جاء بالإسلام، وإبراهيم جاء بالإسلام، وداود وعيسى وسليمان وأيوب ويوسف كلهم جاءوا بالإسلام. فالدين واحد عند الله تبارك وتعالى، ولكنهم يختلفون في شرائعهم. يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أي من التوراة والإنجيل، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون أي يستنصرون، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي النصر. متى هذا الفتح؟ أي متى هذا النصر؟ وكانوا من قبل يستفتحون أي يستنصرون. كان اليهود في المدينة يقولون للذين كفروا في ذلك الوقت، وهم الأوس والخزرج الذين يعيشون معهم في المدينة، يقول لهم: قد اقترب وقت خروج نبينا الذي بشر به موسى وبشر به عيسى، فنتبعه ونقتلكم شر قتله معه. هكذا كانوا يهددون الأوس والخزرج. يقول الله تبارك وتعالى: وكانوا من قبل، أي اليهود في المدينة، يستفتحون أي يستنصرون بالنبي الذي سيأتي، يستفتحون على الذين كفروا. طيب، فلما جاءهم ما عرفوا، جاءهم هذا النبي يستنصرون به، جاء وصل هذا النبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أين في السابق كنتم تستنصرون به؟ لماذا كفرتم به؟ بغيا وحسدا، كما سيأتي في قول الله تبارك وتعالى، لأنهم رأوا أن هذا النبي ليس من بني إسرائيل. هم قد تعودوا أن الأنبياء في بني إسرائيل، من لدن يعقوب عليه الصلاة والسلام ما جاء نبي إلا في بني إسرائيل، أول نبي يأتي من غير بني إسرائيل هو محمد صلى الله عليه وسلم من زمن يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأن محمد من نسل إسماعيل، والبقية بقية الأنبياء داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وعيسى ويحيى وزكريا، كلهم من نسل إسرائيل، من نسل يعقوب، من نسل إسحاق أخي إسماعيل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فلما جاءهم ما عرفوا، أي من
صدق هذا النبي كفروا به حسدا وبغيا. قال الله تبارك وتعالى: فلعنة الله على الكافرين، فلعنهم مرة ثانية سبحانه وتعالى. ثم قال: بئس ما اشتروا به أنفسهم. بئس عكس نعمة، وإذا قلت نعم الرجل أي نال المحامد كلها، فعندما تقول بئس الرجل أي نال المخازي كلها، عكس المحامد تماما. يقول الله تبارك: بئس ما اشتروا به أنفسهم. اشتروا أي باعوا، فتأتي اشترى وشراء بمعنى باع. بئس ما اشتروا به أنفسهم أي باعوا به أنفسهم، بئس الثمن لأنه ثمن بخس. بئس ما اشتروا به أنفسهم أي يكفروا بما أنزل الله، ولم يقل أن كفروا، وإنما قال يكفروا، ما يدل على الاستمرارية، مستمرون على كفرهم، كفروا ويكفرون وسيكفرون. بئس ما اشتروا به أنفسهم أي يكفروا بما أنزل الله وهو القرآن والتوراة والإنجيل أو الجميع، جميع الكتب، لأنهم كفروا بجميع هذه الكتب، لأن هذه الكتب التوراة بشرت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذن في التوراة مذكور. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، مذكور أيضا في الإنجيل. يقول الله تبارك وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أي يكفروا بما أنزل الله. كفروا بالتوراة وكفروا بالإنجيل وكفروا بالقرآن. قال: بغيا، أي هذا الذي فعلوه بسبب بغيهم، ظلمهم، عنادهم، حسدهم، حقدهم وما شابه ذلك من الكلام، بغي. إذن فعلوا هذا بغيا وليس جهلا وليس لم يعلموا الحق أبدا، وإنما بغي، يعلمون الحق ثم تركوه بغيا. قال: أن ينزل الله من فضله على من يشاء. ما سبب هذا البغي؟ قالوا: لماذا لا يكون النبي من بني إسرائيل؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء، لا، لازم من بني إسرائيل. الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وفيها قراءتان: بغيا أن ينزل وبغيا أن ينزل، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولم يقل من رسله، وإنما قال من عباده، لأنها أشرف الألقاب، أشرف الألقاب للأنبياء هي العبودية، لفظ العبودية. وأول ما تكلم عيسى في المهد قال: إني عبد الله. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل برسوله ولا نبيه، وإنما قال بعبده. فلفظ العبودية شرف للمسلم أن يطلق عليه لله تبارك وتعالى. قال: فباءوا. الآن نتيجة، بعد أن ذكر عملهم الآن تذكر العقوبة. قال: فباءوا أي رجعوا، باءوا بمعنى رجعوا، نالوا، فباءوا بغضب على غضب، يعني ليس غضبا واحدا وإنما غضب يتبعه غضب. قال بعض أهل العلم: الغضب الأول لما عبدوا العجل، والغضب الثاني لما كفروا بما أنزل على محمد، ولذا تسمى الأمة الغضبية، الأمة الغضبية. وفي قول الله تبارك: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: المغضوب عليهم هم اليهود، تسمى الأمة الغضبية من كثرة ما جاءها الغضب من الله تبارك وتعالى، قال: غضب على غضب. فباءوا بغضب أي من الله ومن الملائكة ومن المؤمنين، الله يغضب عليهم والملائكة تغضب عليهم والمؤمنون يغضبون عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: غير المغضوب
عليهم ولم يذكر فاعل الغضب، مع أنه قال صراط الذين أنعمت، أي أنت، ذكر فاعل الإنعام لكن لم يذكر فاعل الغضب، لأن الغاضبين كثر، الله يغضب عليهم، الملائكة تغضب عليهم، المؤمنون يغضبون عليهم. قال فباءوا بغضب على غضب. قال وللكافرين عذاب مهين. هناك عذاب أليم وهناك عذاب مهين. العذاب الأليم قد يطلق على الكافر وقد يطلق على المسلم، لكن العذاب المهين لا يطلق إلا على الكافر، العذاب الذي فيه خزي، كما قال الله تبارك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين مهانين. فعذاب الخزي، عذاب الهون لا يذكر إلا للكافر، أما العذاب الأليم فقد يذكر للمسلم وقد يذكر للكافر، لكن إذا ذكر في القرآن العذاب المهين فهو للكفار، أي عذاب الخزي، عذاب الإهانة، عذاب الذل، التحقير. ومن هذا يخطر في بالي أن البعض يسأل أحيانا، يقول أحيانا واحد يقول الله لا يهينك مثلا، هل يجوز أن تدعو لإنسان تقول الله لا يهينك؟ نعم يجوز، لأن الله يهين الكفار سبحانه، ومن يهين الله فما له من مكرم. فعندما تقول الله لا يهينك أي أسأل الله لا يجعلك مع الكفار، أسأل الله لا يهينك كما يهين الكفار، لا بأس بها، يجوز أن تقال هذه الكلمة تدعو لشخص تقول الله لا يهينك، كأن تقول الله لا يعذبك أو الله لا يخزيك أو الله لا يبتليك وما شابه ذلك من الكلمات التي فيها الدعاء للمسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.